والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة ثالثة وأخيرة عودة إلى رغدة أبو ليلى. شكرا لكما. أما الآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 23-11 الطقس دافئ، الإسكندرية 19-12، مطروح 18-12، بورسعيد 19-11، الإسماعيلية 23-11. أما عن السويس ف 23-11، العريش 19-10، طابة 21-13، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 25-14. أما عن الأقصر ف 29-13، أسوان 30-14، الوادي الجديد 27-12، شلاتين 28-14، أخيرا حلايب 24-15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.